هذا الموضوع مع الأسف ليس عامة الناس فقط تتجاهله، ولكن حتى بشكل عام الأغلب من الإعلام المثقفين يتجاهلون هذا الموضوع، فهي ليست مشكلة الحقيقة فقط. وإذا أعتقد إحنا لو كانت مشكلتنا فقط في الازدحامات هم سهلة. ولكن أيضا دعني مرة أخرى أنه نتقدم اليوم بالشكر والتهنئة لكل العاملين المجهولين المظلومين اللي يقدمون خدمات الصحة النفسية في العالم وفي العراق على وجه الخصوص، لأن هذا اليوم يومهم، وهذا اليوم لما خصص يوم للصحة النفسية حتى الحقيقة بالدرجة الأساس انسلط على سبل تقديم أفضل خدمات الصحة النفسية للناس. جميل. وأيضا على معاناة قطاع الصحة بشكل عام وقطاع الصحة النفسية بالتحديد وفي العراق تحديدا. ولذلك أدعو اليوم من هذه القناة المهمة الأخوة في مجلس النواب وهم قرأوا القراءة الأولى لقانون الصحة النفسية أن يكملوا تشريع قانون الصحة النفسية ويضعوا فيه ما يطور خدمات الصحة النفسية في العراق، لأن كما قلت وكما قالت الست أنه اليوم إحنا نهتم كثيرا بأن نذهب لمعظم الأطباء لأي طبيب، لطبيب النسائية ولطبيب تجميل. البولية ولطبيب التجميل، ونصرف آلاف بل عشرات الملايين من الدولارات على تجميل شكلنا الخارجي، ولكن نترك الداخل داخل معبأ بالكثير من الهموم والمشاكل، واللي هو دائما ينعكس على شكلنا الخارجي. لأن أنت لا يمكن أن يكون شكلك، يعني الشكل الخارجي لك جميل بالوقت الذي تعاني من قلق ومخاوف ومشاكل وكذا، سرعان ما يعني ما يضيع كل تعبك، ولكن تعال مبتسم، تعال مرتاح، تعال متخلص من القلق مالتك، تعال متخلص من التوتر مالتك، ها؟ ما يحتاج تسوي تجميل. نعم. صح. دكتور، يعني أنا رد أعرف من عندك بمناسبة هذا اليوم، شنو المؤشرات اللي هي لازم تكون واضحة على الشخص حتى من خلالها أنه يقول أنه أنا المفروض أراجع طبيب نفسي، أو المفروض أتوجه يعني بداية العناية بصحتي النفسية مع هذه الضغوط ومع هذه المشتتات اللي تصير بالحياة؟ يعني هواي ممكن تصير تفاصيل باليوم الواحد مو بالشهر حتى، فشنو المؤشرات اللي بس دعين اكو فت قضيه اريد نعم. شوي احل الاشتباك بيها. خدمات الصحه النفسيه الحقيقه ليست مرتبطه بالطبيب النفسي فقط. الطبيب النفسي هو العامل او اللاعب رقم واحد زين في الخدمه هذه، ولكن مو كل احنا نحتاج طبيب نفسي. ليش خايفين؟ ترى معظم ما نتحدث فيه من مشكلات نفسية ما تحتاج طبيب نفسي. لا، ايش تحتاج؟ تحتاج معالج نفسي، تحتاج معالج. باحث نفسي. نعم. يحتاج واحد يقعد وياك.